Anlat Karadeniz. إدريس تعال معي لنشوف السيارة. طاهر لك ما في داعي تكون شكاك لهالدرجة هي، وإذا شفتها بترابزون إيه وشو يعني؟ لك هدول كانوا لاحقين سيارتك وقت شفتهم، بلكي كانوا زلم فيدات ولاحقينك لهون. صح كل شي ممكن. راقب لي الوضع. شو عم تعمل؟ هيك سرقت سيارة أخي وقت اللي كنت ولد صغير. عرفت كيف هلأ؟ وهي انفتح القفل مشان تعرف كيف بيكون الشغل. والله إنك داهية، بعرفك مانك قليل، بس ما توقعت لهالدرجة تكون ملعون. ومع هيك مو فهمان شي، ليش فتحتها وعلى شو عم تدور؟ بدنا نسرقها؟ حاطين مسدسات بالسيارة لأنه في تفتيش ما بيقدروا ياخدوها. شاطرين ما بون شي، لو أنا مكانهم هيك كنت عملت. كله الإبرة. لما تنفك الإبرة اللي بتضرب الرصاصة من ورا ما عاد فيها تفقع أبداً يا أغبياء. انزلوا من السيارة. ها نيجو اجا طاهر. نيجو أهلين شباب، كل شي جاهز، كله مثل ما اتفقنا. المركب عم يستنى. يلا على أساس رحتوا لتجيبوا لنا شي بيتاكل؟ الحقيقة هو شو نمشي؟ يلا امشي. يلا. إذا بتخليني محبوس كل هالفترة الطويلة مرة تانية جوشكم بإيدي رح أحفر قبرك. الحمد لله على السلامة فيدات بيك. أوه مصطفى كاليلي، والله زعلت كتير لأنك ما أجيت تزورني، معناته أخوك طلع أرجل منك. ما شفت إنه في لزوم، قال بدك تقتل أخي طاهر. إيه بس أنت شلون عرفت؟ إذا قلت لك إنه العصفورة ما رح تصدق.
ما بدي صدق شي ولا عاد اوثق بحدا مصطفى، اما بالنسبه لاخوك فرح ياكل كم رصاصه من بين ايدي، كون واثق. ايشن بضيافتي فيدات، وطاهر اذا بتلمس شعره من راسه ايشن بتموت. ألو؟ مو حلوة بحقك هاللعبة مصطفى. وبعدين؟ شو ناوي تخلي إيشن عندك طول العمر يعني؟ إلا ما تترك شي يوم وطاهر بنقتل بنفس هاليوم. خليه عندي لحتى أنت تعترف بجريمة القتل اللي عملتها وهيك بكفيني. أي جريمة؟ أنت شو عم تحكي؟ الجريمة اللي عملتها باسم الحب. ما عاد تقارن جنانك فينا فيدات. انت رح تعترف بجريمة قتلك لسالم وبشكل خطي ومصور كمان. سالم؟ لك ايه سالم، نسيته؟ هذا اللي جبت لنا صورة له وهو ضامم اخته نفس وقنعتونا انه الشاب عشيقة. ابن حماك اخو نفس الكبير اللي قتلتوه قدام عيونا. أكيد بتكون تذكرته فيدات. اسمع طاهر أخي، إذا بتلمس شعرة واحدة من رأسه كل شي بإيدي بثواني بجيبه لهونها على المخفر. شوف هالشي ممكن ما يناسبك، بس وقتها إيشن بتودع اللعبة. أنا شو بيضمن لي إنك رح تكون صادق معي؟ بركي رحت على الشرطة فوراً وسلمتهم اعترافاتي بعد ما أعطيك إياهن. هات لشوف. ما في ضمان، بس أنت بتعرف كتير منيح الحكي بيطلع من تمنا مرة واحدة فيدات بيك، وقت نوعد منوفي بالوعد، مو متلك غدارين. جيب لي الاعتراف لحتى رجع لك إيشن. يلا يا عمري حبيبي، ما تعمل هيك لو سمحت. ييت خلاص رح نركب بهاد؟ رح ياخدكن على مدينة روسية اسمها سوجي، ومن هنيك بتقطعوا الحدود. أي جوازات؟ امسك شوي. حبيبي انا وياك متفقنا قبل انه ما بصير تبكي لما انا ما بكون موجود معك. ليك ونزلوا دموعك من هلا. هلا عم ببكي لانك موجود، بس بغيابك ما رح ابكي. لا تنسى أمك بأمانتك. طيب شو ساوي إذا اشتقت لك؟ قلي شو بدي أعمل؟ أنت مو الديب اللي بيبين بالقمر؟ معناته كل ما تشتقلي بتطلع بالقمر، وأنا بكون عم اطلع فيه. وعوي كمان مثل ما بيعمل الديب؟ ايه عوي إذا بتحب، بس أنا ما بحب. أصلاً النمر ما بيعوي مثل الديب. يلا خلي عمك إدريس يركبك لبين ما ودع عمك كمان. يلا تعاليت.
خدي هاد، في جواته رقمي وأرقام الشباب ورقم مرت أخي كمان، بتتصلي فيني أول ما توصلي. بس ليكي لا، ما في داعي. أنا ما عم أسألك إذا في داعي ولا ما في داعي نفس، خدي لشوف. بتتصلي فيني مرة بالأسبوع، أنا بتصل إذا بتتأخر يوم. تعذبت وتلبكت كرمالنا، بكفي شوف حياتك بقى، منعرف ندبر حالنا لوحدنا. لك افهمي علي وخليني كمل كلامي، هذا مو لإلك، ليت. طيب فهمت، بتصل. أول ما توصلي على روسيا اتصلي أو ابعتي مسج، لا أعرف أنه وصلتوا بالسلامة. رح ضل هون لتوصلوا، مو راجع على طرابزون، تمام؟ ليش شو ناطر؟ روح على بلدك. مشتهي لو مرة واحدة ما تعترضي، بقول الكلمة مرة واحدة. حقك علي، سامحني طاهر. الله ييسر لكم، انتي سامحيني. انا مالي حقوق عليك، بس الله يسامحك. نفس، عند تماثيل علي ونينو شو خبصتي وقلتي اه؟ مقهور منه ما هيك؟ أول ما عرفت إنه عندي حبيب شعلت النار بقلبك. شو صار طاهر؟ بطلت بنظرك أميرة ولازم تساعدها وتخلصها من الظالم هداك؟ بس فيدات ضل فيدات، هو الظلم والظالم، ظالم إيه ظالم. هيك بتنصر المظلوم؟ مو شايف إنه بستاهل الخلاص؟ ما عاد عم تشوفني بريئة ومظلومة؟ أنا خبصت؟ إيه أنت خبصتي، قلتي إنه مانك مظلومة وبريئة. أصلاً المظلوم ما بيطلب الحق، المفروض ياخده بالقوة أولاً. ثانياً؟ مو قلت أولاً في ثانياً؟ إيه، ثانياً. إذا أنا كسرت لك قلبك، أنت عم تحاول تعتذر مني كأنه؟ نفس سامحيني، يعني مالك مجبورة، بس كرمال الله سامحيني. متلبكة ما بعرف شو بدي أقول لهيك قلب. بعد وقفتك الكبيرة جنبي عم تقلي سامحك على شو؟ طول عمري رح ضل أدعي لك. شكراً على كل شي عملته. يلا ما تزيدي علي، رح موت من بردي. يلا هاتي عمالك، انتبهي. بحبك.
مستحيل انساك بكل حياتي. يا ريتك ما سافرتن يا طاهر. أنا بعتذر منك، والله ما كان قصدي إني ضايقك وأزعجك، بوعدك ما عاد تتوجعي بكل عمرك. ليش وقفنا هون؟ يعني وصلنا؟
يلا انزلي من هون. منروح على روسيا؟ انزلي. وين الحدود؟ اسكتي. اتركني. شو عم تساوي؟ ييت تعال اضل هنيك. ييت عم اقول لك اتركني. ييت بعد امشي. انتوا لوين بدكم تاخذوا امي؟ ييت اتركني. ولا حرف. عم اقول لك ييت. مرحبا حبيبتي. شو ما اشتقتي لي؟ تعرفي مرتي؟ مشان أوصل لك أنا قطعت كل هالطريق. أصحك ترجعي تهربي مرة تانية. مو حلوة منك أبداً. ما بصير تساوي هيك. بلاند! جيبوا ليت! ما تلمسوا ابني أبداً! وعم تتأمري فوقه؟ أصحك أصحك يا نفس. لك اتركني أمي. أمي يا روحي. ييت يا عمري. ييت أبوك كتير مشتاق لك. نيجو بفضلك انت مرتي وابني رجعوا لي. شو برافو باللغة الجورجية؟ ملابس. انا رح ارجع على البلد اليوم المساء. جوازات السفر بكرة الصبح بتكون معك. طيب وين رح نسلمون؟ ما فينا نروح لهنيك؟ بكرة بعد الظهر بباطم. إيه. شكراً. أهلين إدريس. أهلين. انزل. مين انت؟ تعا تعا. شو بدكم مني؟ من وين انت ولا؟ انت جورجي؟ فهمان اللي عم قوله؟ لا تتغابى. عم تفهم علي ولا لا؟ احكي عم اهلك مشان افهم عليك. وهاي اللغة بتفهمها شي؟ ييت تعال لشوف لحظ البابا. تعال يا سبع. نجيب تفعلوا مصرياته لنيجو. الله معك. نفس اركبي بالسيارة يلا. بما أنه وصلنا على جورجيا منقضي شهر العسل اللي قلنا 8 سنين مأجلينه.
هلا ما ضل في مشاكل او ناس واقفين بيناتنا بنوب. مويت يلا. وبعدين يا نفس، يلا يا بنت اتصلي بقى خلصيني. نعم مصطفى، قول. طاهر، وينك انت؟ ما قربت على طرابزون؟ لا اخي، لساتني لهلأ بباطم. ايوه، وليش لهلأ؟ البنت ما بعتها؟ بلا بعتها، ناطر خبر من نفس، بس توصل على روسيا رح تتصل. رقمك مو بيشتغل بطرابزون، ليش لتضل بباطم لهلأ؟ أخي فهمت، رح إجي شبك، بس إدريس في عنده شغلة هون والصبح جايين سوا، هلأ لا تشغل خط التليفون. ما في خواص منك. مصطفى، خير؟ شو صاير معك؟ أنا ما رح ارتاح لحتى يرجع. وإنت هلأ ليش عم تقول هالحكي بالله؟ على أساس الموضوع ماشي منيح، المفروض انت حاطط خطة وطاهر ما رح يصير له شي. ما تكون مخبي علي شي مصطفى. أسيا لا تبلشي هلأ، بكفي. بعدين بيقدر الواحد يعمل شي من ورا ظهرك؟ ليش العصبية كلها شبك؟ أنا بشو زعجتك لتعصب؟ حسبي الله، ما عصبت ما عصبت، خلاص تعي قربي لعندي، بعتذر منك. أسيا، أحلى لحظات حياتي بتنقتل على إيدها لسانية. تعي شوفي معي، ما عم بعرف اختار أنه وحدة. هاي البقجة مشان مرجاني؟ ايه. وعم تسأليني أنا؟ ما بدي هالبنت تكون سلفتي، ما دخلني بقجتها بنوب. طيب مصطفى قلي أنت شو رأيك؟ أنا وحدة من هالأمايش أعمل منها البقجة تبع مرجاني؟ هذا السؤال لإلي؟ ايه. إلي؟ إذا صار شي من وراكم مو بتعصبوا فوراً؟ مشان هيك مرت عمي عم تاخد رأيك بالبقجة. آسية، لا تخليني عصب هلأ. أمي شيلي هدول، مو ناقصني أنا. بعدين ما في داعي لهالشغلات اللي بلا طعم بنوب. لما بيجي طاهر منكتب الكتاب. عن جد؟ أي. حلو كتير. شو؟ وليش هالسرعة؟ ليش بسرعة بدك تزوجه للزلمة؟ خلينا ما نكتب الكتاب، وقتها رح تشوفي بعينك شو رح يصير معنا. جميل اسمعني، الوقت عم يمشي يوم بعد يوم، وأنا صار لازم أدفع المصاري تبع المناقصة، ليش لننطر الكتاب؟ وعدتك شو بدك لسه؟ اللي عندي سمعته، وقت ما استعجلته بكتب الكتاب رح يوصلوك المصاري أسرع. هذا كان الشرط تبعه لحتى يدفع لي، وقبلت. العمى قديش تافه وحقير، تزك ليعطي بنته لعائلتنا شو مفكرة باعة؟ ايه. إلا كان رجال عيلة كاليلي قيمتهم كبيرة ما شاء الله، أكيد العالم رح تحط عين على أولادي. أمي إيه، خليكي مبسوطة هيك بولادك. ابنك بباطم ناطر عم يستنى خبر من البنت الإسطنبولية، أنا بورجي أول ما يرجع. حبيبي نام شوي وارتاح، بسبب الماما بتكون تعبت كتير يا عمري. نام شوي عم قلك. طيب قلي هلأ لوين بدنا نروح؟ Thank you.
نعم فيداد بيك. في أخبار عن إيشن؟ لا يا بيك، وبيت الجبل تبع عائلة كاليلي فاضي. شوف لقلك، إذا ما كنتم لاقينا لبكرة الصبح رح أقتلكن واحد واحد، ولا تتصل فيني إلا إذا لقيتوا، فهمان؟ خلصنا من طاهر، فات مصطفى كاليلي على الخط، خطف لإيشن، بس لقيه رح أدفن كل العيلة. طيب وليش خطفوها لإيشن؟ أنت رح تعترف بجريمة قتلك لسالم وبشكل خطي ومصور كمان. اسمع طاهر أخي، إذا بتلمس شعرة واحدة من رأسه كل شي بإيدي بثواني بجيبه لهونها عالمغفر. شوف هالشي ممكن ما يناسبك، بس وقتها إيشن بتودع اللعبة. بده اعتراف مشان قصة سالم مصور ومكتوب، وإذا فكرت تعمل شي بأخوه رح يسلمه فوراً للشرطة. انبسطتي لأنه حياة طاهر بأمان؟ مو برأيي ما في داعي تفرحي كتير، ليكي نصيحة، لازم هلأ تزعلي على حالك. زعلي على حالك، واضح كلامي ولا لا؟ تعرفي شغلة، أنا كتير متضايق عليكي وفوق ما تتصوري. يا حلوة أنت. مين عم بيدق؟ أمي، بدي اشرح لك كل شيء. يعني مين ما كان اللي عم يدق؟ شو بدك انتي؟ لوين رح تروح؟ ما احلى عصبيته، شو بيعرفني شو اللي صاير؟ بس اكيد هو بيحله، ملعون. ايه خلص سديته. يا ترى شو صار معك فاتح؟ ألو؟ إيه فاتح اللي؟ إيه أخي؟ ما عم يشتغل معنا الأنطين؟ ولك أنطين شو؟ تبع التلفزيون أخي، رح تبلش مباراة ترابزون بتروح علينا. إيه طمن، حكيت مع المدرب أنا ورح ينزل هو باللعبة. ولك هلأ وقت المباراة، حطيتكن لتناوبوا وتراقبوا. إيه تعال ناوب أنت ونحن منروح منحضر المباراة. فاتح، كيف بدك يعني إجي؟ ما بتعرف أمك يعني؟ أخي نحن ما دخلنا، يعني لا خليتنا نروح على الملعب ولا نحضر على التلفزيون، من 3 شهور ناطرينا لهالمباراة. خلص نقلع جاي، انت كمان ما في خواص منك. سكر هالشبابيك والبواب وخلينا نمشي، مشي الحال رح نروح نشوف المباراة. بدهم يحضروا المباراة؟ لوين بدي قلن رايح؟ مصطفى لوين؟ هلأ دقوا، قال السفينة ما عم تمشي، لهيك مضطر روح شوف شو القصة بخاطرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن طالعين هلأ، أخي مصطفى على الطريق، وللإحتياط رح نقفل كل الأبواب والشبابيك، وإذا صاروا لقيتي شي طريقة لحتى تهربي من البيت فالدياب معباية برها. فاتح، فيدات رح يلاقي هذا البيت، وبس يلاقي رح يأذيكم. هو ما بيقدر لأنه البيت مو لقلنا، فكيف رح يلاقي فيدات؟ ما بتوقع تزبط معه. يلا نامي. ليك أنا بعرف أنه نيتكن منيحة وإنكن خطفتوني بس منشان تحموا أخوكن طاهر، بس اسمعني فيدات، أنا اللي بعرفه وما رح يسكت أبدا. ليكي مللتيني ها؟ مو وقت المسكنة هلأ، لا تعملي لحالك الملاك البريء، مو لابق لك. أنا رايح. ما عم تفهم علي. أنت اللي ما عم تفهمي علي، قلتي لي فيدات رح يأذينا مو هيك؟ وعلى أساس أنك خايفة علينا منه؟ فيدات صار له عم بيعذبها لهديك المرة من سنين وانتي ما فتحتي تمك. هذاك موضوع تاني. أنا خلصنا من حظك أنه أخونا الكبير ما منكسر كلمته، وهو معتبرك أنك ضيفة عنده هلأ، فالمفروض أنك ما تعصبي اللي مستضيفينك، ما هيك؟
شكرا لك. إذا بدك تنامي رح أطفي لك الضوء. لا تطفي اصحك. لا بترجاك اوعى تطفي، خليه شغال. إيه خلص طولي بالك، رح أتركه شاعل. شرف يلا بلا ما نتأخر. ايه يلا. عجبك سويت شهر العسل مرتي؟ فيداد الله يوفقك، ييت خايف هون، مو صح اللي عم تعمله. معك حق، هذا المكان أكيد ما رح يناسب ييت، فيفضل إنك تروح مع عمو بلاند وأنا بجي لعندك بعد شوي، اتفقنا؟ لا بلا نفس. يلا مسيك ييت، روح مع عمو بلاند. اوعك تزعل عمو بلاند، بعد شوي انا جايكم. تمام رجاك. لا امي هاتوا لهون. فيدات الله يوفقك، لا تبعدوا عني، قلن يرجعوا. بس انت هربتي وبعدتي ابني عني نفس، خليتيني ازعل واشتاله. ما بس طبعا اكيد انت ما رح تخلي ابننا يشوف وش امه الحلو عم بتشوه قدام عيونه، مو هيك؟ أنا شخصياً مستحيل أقبل، ما بدي ابني يشوف أمه كيف عم بتموت قدامه، بصير عنده عقدة نقص. أنا عندي طلب، خليني بس حاكي قبل ما تقتلني لو سمحت. طيب رح أعتبر إنه هي
أمنيتك الأخيرة. روحي. ييت. أمي. يا عمري أنت. يا روح قلبي. بحبك كتير. اسمعي يا عمري. هي كمان رح تكون مغامرة ماشي؟ لا يا أمي، هالمغامرة حاسة بتخوف. أوعك تخاف، أوعك، أو أنت رح تخسر هالمغامرة. إيه؟ ليك، رح نفوز بهالمغامرة تمام؟ أنا ما بدي ألعب وغامر لحالي، بس بدي أكون معك، رح أشتاق لك كتير. ييت، يا عمري ما تخاف، أنا ما بتركك. ولما تشتاق لي تطلع بالقمر، اتفقنا؟ مثل ما قال لي عمو طاهر أعمل؟ ايه مثل ما قالك عمو طاهر، انا كمان رح اطلع مثلك، وعد حبيبي. خذه فورا. زيدات الله يوفقك، اتركه. ييت ماما نزلني، اتركني. Dağlar ondumanlı hiç geçit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez.